هذا الشريط مخصص في الدرجة الأولى لنقل وقائع احتفالات يوبيل 100 سنة لتشييد كنيسة القديس دومت في سورات، فقد بنيت هذه الكنيسة سنة 1892. أرى أنه من المستحسن جدا قبل نقل الاحتفالات إعطاء فكرة عن سورات، هذه الضيعة الرابضة على التلال منذ مئات السنين. من هذه الضيعة خرج رجال عظماء لعبوا أدوارا بارزة على مختلف الصعود الوطنية والدينية والإنسانية. تقع سورات في المنطقة الوسطى من بلاد البترون، وتعلو 500 متر عن سطح البحر، وتبعد 17 كيلومتر عن مدينة البترون ونحو 70 كيلومتر عن العاصمة. مناخها معتدل وهواؤها جاف، تربتها خصبة، وأكثرية أشجارها من الصنديان، وفيها أشجار الزيتون والكرمة والتين والفاكهة. أهلها هم أصحاب كد ونشاط وأرباب صناعات، منهم البناؤون المتميزون، ومنهم من امتاز في مهنته كطبيب أو محامي أو مهندس أو أستاذ. ولسورات أبناء مغتربون منتشرون في مختلف بلدان العالم، ولا سيما أمريكا الشمالية وكندا. وأتوقف هنا قليلا لأرسلها تحيات عطرة وأشواقا حارة إلى إخواننا في أمريكا وكندا، وأخص بالذكر منهم أخي العزيز جوزيف الذي أشكره لأنه أرسل مكنة الفيديو التي بواسطتها نستطيع أن نعطيكم فكرة عن الاحتفالات التي جرت. كما أهدي سلامي إلى العزيز فارس، وإلى إدوار وحنا سمعان، والصديق جابي أبي خليل. وفي كندا نهدي سلامنا إلى محسن وشقيقه ميشيل وجان سمعان وجميع الموجودين من أبناء القرية في كندا. نشكرهم على المساعدة التي استلمناها مؤخرا، إذ كنا نقوم بإصلاحات هامة في الكنيسة من دهن وتغيير منجور، وذلك قبل احتفالات اليوبيل. فأسأل الله بشفاعة القديس دومت أن يحفظ بالصحة جميع الذين ذكرتهم، ويعوض عليهم عن كل دولار بمليون. فالأهل في سورات ولجنة الوقف يشكرونكم من صميم القلب، فالقرية هي قريتكم والكنيسة كنيستكم. وأطلب منه تعالى أن يعيدكم مع جميع إخواننا المغتربين إلى الديار، لنقضي بقية العمر مع بعضنا، ونجلس كلنا في ظل صندياناتنا القائمة في الساحة وحول الكنيسة، ويكون بعد العمر الطويل مثوانا الأخير. وهذا كله تزداد له، ولا تهدف للغد، لأن الغد يهدف بشأنه، ويكفي كل يوم شره حقا ولا مال جميعكم.
أيها الحفل الكريم، في بلدتي اليوم احتفال بالمهرجان، في بلدتي اليوم ابتهال سبحانه الرحمن، جمعنا من البلدة أهلا وأحباب، من المنطقة أصدقاء وأصحاب، فعاليات مسؤولين وقيادات من كل لبنان، باسم بلدة سرات بشرا شجرا وحجرا نرحب بكم أجمل الترحاب. وما بلدتي هذه الطيعة الوديعة الرابطة على هذه التلال، إنها نموذج من ضياع لبنان المنثور بين الأرض والفضاء، تزيد من جمال هذه الأرض وتقرب ما بينها وبين السماء. وما بلدتي إنها ابنة التاريخ العريق المسطر بأمجاد الأجداد مصدعها، لقد أتوها منذ مئات الأعوام فعملوا فيها كما عملت جموع الأجيال في بلادي، مع الصخر تعاملوا فحولوا بعضه تفتيتا إلى تراب خصبة يزرعونها فيأكلون، وحولوا بعضه تقصيبا إلى حجارة مصقولة ينحتونها يرصفونها فيبنون. أجل، لهكذا همم اشتهر أبناء بلدتي، كما اشتهر منهم في كل المجالات كثيرون، منهم من رجال الدين من امتاز بتقواه وعلمه وعمق تضحياته الرسولية في الرعايا والكنائس والعديرة في لبنان وفي ديار الاغتراب، ومنهم من رجال الدنيا من امتاز بتفوق علومه ومن اشتهر بنتاج مهنته واختصاصه، من طبيب إلى محام إلى تاجر إلى صيدلي إلى مهندس إلى مرب إلى معماري إلى فنان. إذ نذكر هذه الأجيال اليوم فوفاء لتضحياتهم الكبيرة ولعاداتهم وقيمهم السامية التي نصر على تواصليتها في كل أجيالنا القادمة، فعلى عهدهم نعد النقطة. هذا بيجيب لك عصير، عصير عم بيجي هارونا شوية ثاني هارونا شوية هارونا شوية إذا وين الصحون؟ وين هون؟ لا مش
Thank you.